مادام انا هنا في الرباط وفي سلا باش نهني وفريق الجيش الملكي على البطوله ديالو. نهني والجمهور المغربي عامه، وشفنا الاجواء فين دازوا جميع المقابلات البارح وكيفاش داز داكشي في واحد النقاء في واحد الحفله، وهذاك الشيء كيفرح وكيبين بان الافاق ديال ان شاء الله ما ينتظرنا في 2030 الى توفقنا غادي يكون مغرب اخر ان شاء الله.